بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. معكم عبد الله حسام السكري، مبرمج وصمم مواقع إلكترونية، بيتريشن تيستر من صفحة نايتس أوف ديجيتال وورلدز وآي لاف لينكس سكيورتي ذا وورلد. هنتكلم عن الكوكي. احنا كنا خلصنا أصلا تقريبا الجافا سكريبت، كان فاضل لنا الكوكيز والإيفنتس. الإيفنتس هستبعدها من الدورة بتاعتنا نهائيا لأنها مش هتفيدنا في عمليات البيتريشن تيستنج. فهتكلم دلوقتي عن الكوكيز. الكوكيز هتكلم عنها، ولكن مش هتكلم عنها بمنظور الجافا سكريبت، لا انا هتكلم عنها بمنظور بي اتش بي، لان مش هنستخدم جافا سكريبت عشان نعمل كوكي، لان الجافا سكريبت او ملفات الجافا سكريبت بيبقى مطلوع او مقروءه من الهاكر. يعني الهاكر حب يسحب ملفات الجافا سكريبت من الموقع بيسحبها وممكن يقرا الكود بسهوله، لكن البي اتش بي بيبقى مشفر، تمام؟ فمش قادر يقرا الملف او يسحبه الا اذا دخل على السيرفر او رفع شيل. هنتكلم عن الكوكي. ركز بقى معايا شوية. لو قلنا ان احنا مثلا عندنا كوكي كي اوكي، الكوكي ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن رقم عشوائي او كود عشوائي. طب نتكلم ازاي عن الكوكي؟ تعالوا مثلا نشوف الكوكيز هنا في المتصفح ده. لو قلت علامات هنا كده، تمام، او ادوات، ورحت على حاجة اسمها كوكيز مانجر، ضغطت على كوكيز مانجر، تمام، هيجي لي هنا ايه المواقع اللي انا دخلت عليها. الكوكيز مانجر دي عباره عن ادونز او اضافه ان شاء الله ايه هتنزلها من ادونز. هنا بروحت مثلا على موقع تويتر دوت كوم، اوكي، او موقع مثلا يوتيوب. لو ضغطت على موقع يوتيوب كده، تمام، هلاقي مديني هنا المحتوى، هنا اسم الكوكي اسمه بي ار اي اف، وهنا قيمته، تمام، والمستضيف يوتيوب، تمام. طيب الكوكيز خطورتها في ايه؟ خطورة الكوكيز يا جماعة ان هي عبارة عن المفتاح التاني بعد الباسورد. يعني انا لو معيش باسورد، تمام، يبقى باستخدامي للكوكيز بتاع الشخص او جلسة الشخص انتهي. طب هشرح لك بسهولة. لو قلنا ان الكوكي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ساعة ووتش او ساعة ايقاف. ساعة ايقاف عادية خالص، تمام. قلنا ان الكوكي عباره عن ساعه ايقاف، مجرد ما اشغلها هتديني وقت معين وبعدين تنتهي. يعني ايه؟ هقول مثلا ان انا إيه هيكون عندي عيل صغير، فاقول له انت هتلعب على البلاي ستيشن مثلا، او البلاي ستيشن هتلعب مثلا 10 ساعات 10 دقائق، فاقول له مثلا هتلعب 10 دقائق، اوكي، انت تلعب 10 دقائق، اوكي. فاول ما يفتح البلاي ستيشن، تمام، فروم ستارت، يعني اول ما يعمل ستارت كده ستارت، هيقوم رايح فين؟ بادئ في ايه؟ في ال 10 دقائق، وبعد كده اخر ما ينهي هيعمل ايه؟ اند للايه؟ للكوكي. يعني اول ما ينتهي يحصل ايه؟ يحصل العشر دقايق ينتهوا. يبقى الكوكي ده عباره عن ايه؟ صلاحيه بياخدها المستخدم مجرد ما يدخل على الموقع، والصلاحيه دي ليها وقت، تمام، بتبدا بمجرد دخولي على الموقع، وبعد كده حتى لو طلعت الموقع الصلاحيه تبقى شغاله عادي، تمام. طب هقول لك ابسط مثال. تعالى كده لما بتحط الباسورد بتاعك فين؟ في الفيسبوك والايميل بتاعك، وتعمل لوج ان. اول ما تعمل لوج ان في الفيسبوك مش بتيجي تخش تاني، بتلاقي نفسك دخلت من غير ما يطلب منك لوج ان. اهو ده بقى كوكي. الكوكي وظيفته يعمل ايه؟ بيسيف ملف عندك في الجهاز. الملف ده وظيفته يعمل ايه؟ الملف ده وظيفته ان هو يحفظ بيانات الدخول بتاعتك، ويديك سيشن او جلسه على الموقع الالكتروني، ويبقى لها وقت محدد، تمام. اول ما الوقت ده يخلص بيعمل ايه؟ لوج اوت، ويقول لك سجل دخولك من جديد على الموقع الالكتروني عشان يعمل لك جلسه ثانيه ووقت ثاني، تمام. تمام. طب انا لو عرفت اعمل هايجاك للكوكي ده او السيشن دي، اخلي واحد يدخل على الفيسبوك، تمام، واقوم جاي ضحك عليه واخد منه الكوكيز بتاعته واستخدمها انا. يبقى انا كده اخش على الايه؟ على الفيس بتاعه بسهوله جدا، واعرف اعمل هاكينج او جين اكسس على الاكونت بتاعه. تعالوا نختبر الكلام ده بالبي اتش بي. تعالوا نشوف مثلا عاوزين نعمل كوكي مثلا او اشتغل بي اتش بي. اولا هسيف، هقول له كنترول اس، طبعا اقول له فايل هنا كده سيف از، واروح اسيف عندي في اللوكال هوست. طبعا انا مسطب عندي سيرفر محلي، على فكره دي ويندوز 10 لسه منزلها من بقاليش 10 دقائق او نص ساعه. هنروح عندي في السي اباتشي سيرفر www، بعد كده هحط هنا ايه الملف بتاعي، هسميه مثلا كوكي دوت اتش تي ام
HTML. اوكي يبقى كود دوت HTML سيف. تمام عندي كود دوت HTML موجوده، وبعدين اقول له فايل، اعمل نيو تاني واقول له فايل سيف از، اقول له عاوز سيف هنا ايه، اقول له كوكي دوت بي اتش بي. تمام نروح هنا بقى على الكوكي دوت اتش تي ام ال. اول حاجه هعمل فورم اكشن. الاكشن ده هيبقى فين؟ هيبقى في نفس المجلد، فهقول له كوكي دوت بي اتش بي. طبعا اللي ركز معايا، الناس اللي فاهمه في البي اتش بي هتركز معايا، بس الناس اللي مش فاهمه في بي اتش بي تفضل معايا لما اخلص برمجه الفورم بتاع الكوكي، وابدا اكتب الكود البرمجي وهشرحه لك وهفهمك ازاي الكوكي بيتسرق، او الكوكيز لما يتسرق هيحصل ايه. قلنا دلوقتي اكشن، فقلنا كوكي، وبعدين اقول ميثود هيساوي بوست. تمام نقفل الفورم سلاش فورم. بعد كده هقول له مثلا هنا احط لي النيم، اقول له انم بوت طيبي يساوي تكست. اوكي فاليو، او هقول له مثلا بليس اولدر انتر يور نيم، او ممكن ما اخليهاش نيم، ممكن اقول له هنا باسورد عشان تبقى يعني باسورد. اوكي انتر يور نيم، وبعد كده اقوم جاي ايه كاتب له كمان ريك وايرد، يعني مطلوب طبعا يساوي ريكوايرد برضو. بعد كده اديله هنا بي ار عشان سطر جديد، بعد اقول له انبوت تايبي هيساوي سب ميت الزرار فاليو قيمته مثلا اقول له لوجن ان. تمام اقول له نيم مثلا دو بالظبط كده. نروح على الكوكي بقى، هستقبل من هنا ايه البوستس بتاعتي. قلنا هنا الريكواير طبعا هديله هنا نيم هسميه باس. اوكي بعد كده هستقبل البوستس بتاعتي. اول حاجه اقول له بي اتش بي، واقف الكود بي اتش بي بتاعي طبعا انا ما قفلتوش كده كده يتقفل. تمام هعمل هنا فوق هعمل عمليه حفظ الهيدر، فهشغل الاوب فاقول له اوب اندرسكور ستارت. واجي تحت في الاخر كده اعمل لها اند واقول له اوب اندرسكور اند فلاش. اوكي وبعد كده هبدا اشتغل. هقول له انا عندي اولا متغير من نوع بوست. المتغير من نوع بوست ده ممكن يكون رقم ممكن يكون حرف كالاتي، فاقول له متغير من نوع بوست فهسميه باس وورد هيساوي متغير من نوع بوست جاي للصفحه دي. اوكي اسمه ايه باس. اوكي هم رايح عامل لك بقى حلقه اف كده اف ايه. بص بقى ركز معايا، هقول له اف المتغير اللي اسمه باسورد يساوي مثلا عبد الله. لو هو يساوي عبد الله شوف هتعمل لي ايه بقى. هقول لك تعمل لي ايه، اولا هتقول لي ست كوكي، اعمل لي كوكي. شوف ابدا اكتب اعمل كوكي بقى، اسم الكوكي ده هسميه عبد الله. طب قيمته انا عاوز قيمته تبقى عشوائيه، فاقوم رايح له بقى هنا كده جاي نازل تحت كده اقول له قيمته تبقى عشوائيه ازاي، اقول له متغير اسميه ار ان دي راندوم بيساوي ده اللي اسمها راند، اديني قيم عشوائيه ما بين كام وكام، اقول له مثلا ما بين الرقم ده والرقم ده
اوكي. بعد كده اقول له متغير اللي اسمه راند راندوم، تمام. بعد كده هيقول لي التايم بتاعه، اقول له تايم الوقت اللي هياخده الكوكي ده عشان يشتغل. اقول له والله الوقت اللي هياخده مثلا 50 او 500 او مثلا 360 360. طب بيشتغل بالدقيقه او بالساعه. طيب ننزل تحت نتكلم عن، هقول له مثلا هنا ويلكم عبد الله. اوكي. طب إلس بقى ما حطش حاجه، اقفل ما حطش حاجه، اقول له ايكو اقول له مثلا تراي اجين. تمام. طيب عاوزين نتكلم تاني. خلاص قلنا كده اذا كان الباسورد دي سواء عبد الله هتعمل لي كوكي من نوع اسمه عبد الله، والكوكي ده اسمه عبد الله، والقيمته اهوت، وده الشغل بتاعي او التايم بتاعي. قلنا else. طب خلينا بقى نقول هنا، نقول اذا كانت بيساوي null، يعني مثلا اذا كانت بتساوي null اعمل كذا. فانا اقول له هنا شوف بقى اف كده فوق، شايف انت الاف دي جميل قوي، انا اقفلها بقى هنا كده ونقوم قافلين تحت خالص. شوف بقى اقول له ايه، اف ايه، اف المتغير ده اهو اللي اسمه باس وور ده لا يساوي قيمة فارغة، قيمة فارغة زي ما انت شايفها كده. تمام. اعمل لي القيمة دي. طب else بقى هنا اقول له مثلا هنا ايكو عشان لو حب يسيبه فاضي، يعني please enter your password. تمام. تعال نجرب، تعالوا نجرب. اولا هقول له local host، وبعد كده هدخل على ايه الكوكي دوت اتش تي ام ال. دخلنا قال لي انتر يور نيم. شوف لما اضغط على لوجن طبعا هيقول لي رجاء املاء الحقل طبعا عشان الريكوايرد، لكن في بعض المتصفحات مش هيستخدمها. هحط هنا كلمه عبد الله. اوكي. ونحاول نعمل لوج ان ونشوف. اعمل لوج ان. قال لي في عندك انسبيس سترينج ايرور. تعال نشوف الايرور سترينج دي. هنا نقول ايكو نسينا طبعا، احنا حطينا كطباعه. تمام بالظبط كده. اعمل اعد تحميل، اعد ارسال. قال لي ويلكم عبد الله. تعال نشوف كده الادوات بتاعتنا كوكي مانجر. نشوف هنا كان في، اذا كان في كوكي باسم عبد الله. اهو شايفينه، اهو كوكي باسم عبد الله، ودي القيمه العشوائيه بتاعته اللي احنا حطيناها، بتبقى ما بين ايه، ما بين الرقم ده والرقم ده. لاحظنا بقى ان هو الكوكي ده اسمه عبد الله. خلاص خدت انا الكوكي ده بقى واعمل له ايه، انسخ. خلاص هنسخه. تمام. واسمه عبد الله والمستضيف لوكال هوست وكده. هاخد انا البيانات دي كلها. اوكي تمام. وهقوم رايح فين، قافل بقى الصفحة دي خالص. تمام. اوكي. واروح على صفحة، الصفحة بتاعتي اللي هي لوكال هوست دي. تمام. لوكال هوست بتاعتي. واقول له خش لي على صفحة كوكي دوت، مش دوت بي اتش مال ده، البي اتش بي بقى دوت بي اتش بي. خش لي عليه. قال لي بليز انتر يور باسورد. تمام. يعني الباسورد بتاعك مش من ايه، مش من داخل. تمام. فانا عاوز بقى اقول له شوف انا اعمل ايه بقى. اروح على الادوات وبعدين المانجر بتاعتي
تمام. وبعدين اقوم رايح حط خلاص حطيت الكلام ده، المحتوى بتاع الكوكيز بتاعي والاسم والكلام ده واللوكال هوست والكلام ده، تمام، واقول له سيف. وبعدين اقوم قايل له ايه هنا كده، واقوم عامل عمليه اعاده تحميل، تمام. طيب كده الكوكيز موجود، بس هو الشرط ده جه منين؟ ان هو موجود كلمه عبد الله. طيب الباسورد، طب انا شوف بقى هنا كده قلت له اذا كان موجود كلمه عبد الله، بس هما بقى لما بيجي البرمجه يقول لك ايه اور، شوف اور ايه بقى، اور في كوكي كوكيز اسمه عبد الله، يعني اوف اور لو في كوكيز اسمه عبد الله ابدا اعمل كذا، اور في كوكيز اسمه عبد الله ابدا دخله يا برنس. يبقى انا اقول له ايه اوف في كوكيز هنا كده، اسمه عبد الله اور ايه اور از ست، يعني كان موجود اصلا كوكيز اسمه عبد الله ابدا ادخله. شايف انت بقى دي يبقى انا قلت هنا لو كان بيساوي نل ابدا احط لي القيمه بتاعتك اللي هي ايه اللي احنا قلنا عليها ايه كذا بليز انتر يور باسورد. طب خلينا نشيل بقى كلمه انتر بليز انتر يور باسورد دي، اصلا المفروض تبقى موجوده فين في القيمه بتاعتنا، طبعا هي اصلا المفروض تبقى في الفورم ذات نفسه. ونخش هنا بقى قلت له لو كان في باسورد اسمه عبد الله هتعمل لي كوكيز، واف ست اسمه كوكيز كذا، طيب اور في كوكيز اسمه كذا اسمه عبد الله، بس هنا قلنا ايه ان كوكيز اللي اسمه عبد الله موجود عندي فما تعملوش، اوكي. فانا هقوم قايل له تحت بقى لو في كوكيز اسمه عبد الله ابدا اشتغل. طب ما تعالى هنعملها ازاي، هم بيبرمجوها ازاي، اقول لك اف هنا كده بقى اف از ست، تمام، في كوكيز اسمه عبد الله ده كوبي بيست، هتقوم رايح حاطط ايه، هتقوم رايح جايب ساحب كلمة ايه ويلكم عبد الله وحاططها، تمام. طيب مفيش، يعني نسيت كوكي ده مش موجود، إلس بقى إلس هتعمله وتقوم حاطط كلمة ويلكم عبد الله كوبي بيست، يبقى موجود هتعمله، مش موجود ايه مش موجود هتعمله. يبقى لو هو موجود هتكتب لي كلمة ويلكم عبد الله، مش موجود هتعمله الأول وبعدين تكتب ويلكم عبد الله، تمام. نروح بقى نشوف، أول هروح عند الأدوات بتاعتي المانجر بتاعي، هلاقي كلمة اللوكال هوست اروح عليه وبعد كده اقول له اعمل لي ديليت مش عاوزه، قال لي اوزو بلوك والكلام ده، اقول له ديليت بس وخلاص، تمام. وبعد كده اقوم رايح عندي في اللوكال هوست دوت اتش تي ام ال، هيحط لي احط النيم بتاعك، هقول له عبد الله، تمام. وبعدين اقول له لوج ان، في خطأ عندنا في الاقواس، ممكن نقول ال سيف، تمام. فانا اقول الاس ست كوكيز اللي اسمه عبد الله هنا كده، تمام، موجود، وقلنا ويلكم عبد الله زي ما احنا شايفين، وال سيف لو ما كانش حصل يبقى تعمل لي كوكيز ده، تمام. وبعد كده قلت إلس اعمل لي كذا، اعتقد ان القوس ده ملوش دعوه، تمام، اوكي. تعالى بقى نشتغل، شوف كده نعمل عملية إعادة تحميل، إعادة إرسال، في برضو أقواس خطأ، تعال نشوف الأقواس، لأن المشكلة في الأقواس بس، ما حضرتلناش الأقواس بتاعتنا، القوس ده خاص بإلز، القوس ده خاص بالإف، تمام، وده خاص بإلز إف، اوكي. طيب احنا قلنا هنا عملنا القوسين دول زي ما احنا شايفين، وهنا برضو في القوس ده، اعتقد ان مفيش اي اخطاء، مفيش هنا اي اخطاء. طب تعالى نشيل الالس دي هنا خالص، تمام، نشوف هنشوف هو تقريبا عمل الكوكيز، يعني مثلا انا الكوكيز هنا كده
لو لقينا الكوكس باسم عبد الله يبقى خلاص عمله، بس هو اعتقد ما عملوش لان الخطأ اللي حصل عندنا في موضوع ال الاقواس دي. تعال نعدل نراجع الكود بتاعنا تاني في الاقواس. قلنا هنا اف باسورد، قلنا الباسورد بتاعنا بيساوي عبد الله، والست لو حصل كذا اور الست الكوكيز، الكوكي ده بتاع عبد الله اوكي راندوم بيساوي القيمه دي. اف الست كوكي اسم عبد الله ايكو ويلكم عبد الله، الس اف سيت كوكي عبد الله راندوم كذا زي 360 واقفله، وبعدين اعمل لي ايه ويلكم عبد الله. هو هنا على على لاين 12 عمل مشكلة، على لاين 12 هنا عمل مشكلة. تمام، هنشيل كلمة اف، نروح نعمل عملية اعاد تحميل اعاد ارسال، قال ويلكم عبد الله زي ما احنا شايفين. هنروح نشوف الادوات بتاعتنا، نروح على المانجر هنا نشوف اهو زي ما احنا شايفين كتب عبد الله اهو، وجاب لي هنا ايه المحتوى بتاعه. هنسخ بقى الكلمة دي انسخ، وعارفين هو عبد الله لوكال هوست وسلاش. تمام، واقوم رايح كده داخل على البي اتش بي دي من غير ما اكتب ولا عبد الله ولا اي حاجة اهو، واقوم رايح جاي داخل عليها بي اتش بي بي اتش بي. تمام، زي ما احنا شايفين قال ويلكم عبد الله، ليه؟ لان السيشن محفوظ. طيب انا خلاص انا نسخت اهو، واروح بقى على اي متصفح تاني خالص مثلا زي الشروم، واقوم جاي حاقن فيه الايه الكوكيز دي هيفتحها لي. يعني مثلا ويلكم عبد الله قال لي ويلكم عبد الله على طول، اول ما فتحتها قال لي ويلكم، ليه؟ لانها متسيفه في كوكيز، شايف كلمه ويلكم عبد الله اهو، قال لي انا قلت له طول ما الكوكيز موجود اكتب ويلكم عبد الله، مش موجود شيله وحط ايه كذا. طب تعالوا كده نشوف، تعالوا نشوف لو رحت مثلا عندي كده في ويلكم عبد الله. تمام، وغيرنا في البرمجه، قلنا else اعمل لي كوكيز الاول وبعدين ايه اعمل لي اوكي عبد الله ايكو عبد الله. طيب انا اقول له اهو ولا تعمل لي كوكيز ولا تعمل ايكو عبد الله لو مش موجود. تمام، لو مش موجود تعال نروح بقى هنا كده، واقوم رايح شايله ادوات اهو، طبعا مش هشيله وهسيبه زي ما هو خالص، وبعدين اقوم رايح اعمل ايه اعاده تحميل. تمام، هشيل الاول زي ما احنا متفقين، اعمل ايه مانجر، وبعدين اقوم رايح اعمل كانسل، واقوم رايح اعمل له ايه ديليت، واقول له ديليت، وبعدين اعمل ايه اعاده تحميل زي ما احنا شايفين ما طبعش اي حاجه. شايفين، تعالوا بقى احنا نحطه احنا بقى، اروح اقول له الادوات المانجر بتاعي اعمل لي اضافه لكوكيز، يعني مثلا ايه اديني ايديت او تعمل لي اضافه اد، الاسم بتاعك اقول له عبد الله اوكي، المحتوى بتاعك اللي احنا كنا ناسخينه الصق. تمام، المستضيف اللي هو اللوكال هوست، خلاص احنا عرفنا بقى اللي احنا خدنا الكوكيز اهو، وبعدين اقول له سيف، سيف لي خلاص كوكيز اسمه عبد الله، وبعدين اقول له ايه اعمل لي اقفل، وتعالى نعمل ريفرش كده ونشوف ايه اللي هيحصل. اعمل لي اعاده تحميل، قال لي ويلكم عبد الله. يبقى اللي احنا عملناه خدنا الكوكيز سرقناها، قلت لك لما الكوكيز تكون ممسوحه رجعتها تاني وعملت ريفرش قال لي ويلكم عبد الله. تعالى نحذفها تاني كده، اقول له ايه طول ما هي موجوده، طول ما السيشن والجلسه بتاعت ويلكم عبد الله موجوده. طب شلناها، رحنا على المانجر كوكيز كده قلنا شايلينها زي ما احنا شايفين كده، امرها عاملين ديليت ديليت، وقمت عامل هنا اعمل اعاده تحميل. شايفين مفيش حاجه خلاص، شوف عملت اعمل اعاده تحميل، قاعده حامل داونلود داونلود مش هتعرف تخش. يبقى الاكونت بتاعك عمره في حياته ما هيتفتح الا بالكوكيز بتاعك، والكوكيز بتاعك لو اتسرقت او اتاخدت واتحقنت في اي متصفح تاني هيدخل من غير الباسورد زي ما احنا دخلنا كده. يعني مثلا تعالى كده روح ايه على عبد الله، حطيتها ايه زي ما احنا شايفين كده من غير الباسورد. تمام، وهشيل كلمه ايه ريكوايرد دي خالص، هشيل مثلا كلمه ريكوايرد عشان ايه يدخلني، هشيل كلمه ريكوايرد عشان يدخلني كنترول اس، واقوم رايح ايه هنا كده واقول له لوج ان، اعمل اول اعاده تحميل اعاده تحميل اهو، وبعدين اقول له لوجن دخلني بس ما قاليش حاجه. يبقى كده قال لي انت ما عندكش الباسورد بتاعك، او انت الباسورد بتاعك ما دخلتوش او غلط مفيش حاجه. فتعال نحقن بقى هنا كده من بره هنا ونحقن، نقول له اعمل له ايه ادوات، واقول له على الكوكيز مانجر
فايل اد، احط له هنا الصق المحتوى، اسم كوكيز عبد الله، تمام، المستضيف اللوكال هوست، تمام، وبعد كده اقول له سيف، خلاص ضافه. تعال نتاكد الاول من بيانات لوكال هوست وكل حاجه زي الفل، سيف. وبعد كده اقوم قايل له ايه، اغلق، وبعدين اقول له لوجن، قال لي ويلكم عبد الله، من غير ما احط باسورد ولا اي حاجه، من غير ما احط باسورد ولا اي حاجه. يبقى احنا كده شرحنا موضوع الكوكيز. كان معاكم عبد الله السكري، مبرمج وصمم مواقع الكترونيه، انفورميشن تكنولوجي تيم، بنتريشن تستر، من صفحه نايتس اوف ديجيتال وورلدز، و اي لاف لينكس سكيورتي ذا وورلد. ان شاء الله هنخش في دوره الشيل سكريبتنج باذن الله، هبدا اشتغل في الشيل سكريبتنج باذن الله، هشتغل على توزيع باك تراك او كالي لينكس او اي توزيع تانيه، مش اي، مفيش اي مشكله، هتمشي معاك. زي ما احنا متفقين، يا رب يكون الدرس عجبكم. لو فيش اي حاجه، لو في اي حاجه مش فاهمينها او عاوزين التعاد، ممكن تكتبوه في التعليقات، وشكرا لكم.